السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة معلومة مفيدة، متابعي قناة من الآخر الخلاصة، عذرا متابعينا الكرام. موعد مباراة الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي القادمة بإذن الله تعالى في الجولة 29 من الدوري المغربي، الجولة قبل الأخيرة. مباراة الرجاء الرياضي القادمة هتكون أمام نادي أولمبيك خريبكة. المباراة هيكون ميعادها غدا الأربعاء 7 أكتوبر 2020 أو 7/10/2020. المباراة معدها الساعة 8 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام سوريا الأردن فلسطين لبنان. أيضا المباراة معدها الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، ومعدها الساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة لمباراة الرجاء الرياضي البيضاوي أمام أولمبيك خريبكة هي قناة الرياضية اس دي و اتش دي، اللي هي اسمها الرياضية الخامسة المغربية، الخامسة في دولة المغرب. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين. اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ونراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.